دوامة التعليم تحبط الأهالي بسبب القرارات المتغيرة والتي تؤثر سلباً على الطالب وعلى العملية التعليمية جمعاء، الأمر الذي زاد من تذمر المواطن معتبراً أن مصير الطلبة مجهول ومستقبلهم مجهول أيضاً. مصير الطلاب مجهول، ما ندري يعني مصيرهم شنو، لا نعرف راح يمتحنون ما يمتحنون، لأن ما يحددون موقفهم التربية على مود الطلاب، وهذا يأثر بشكل سلبي على الطالب. كل شوي والله تأجل الامتحان ورجعوا الامتحان، أجلوا وامتحن، أدري أنا شو راح أشرح أقول لهم مثلاً، أنا من أدخل على دوامي ألقى المدرس قدامي، أنت ليش ما حافظ؟ أدري أنا شو أحفظ من عنده؟ الدوام لمدة يوم واحد في الأسبوع لا يخدم الطالب، والاستعانة بالنظام الإلكتروني لم تثمر نجاحاً لوجود مشاكل جمة، أبرزها ضعف شبكة الإنترنت وعدم وضع خطة لمعرفة الجداول الدراسية. بأسبوع يوم واحد هم طالب ما يقدر يتهم شيء واحد، يعني تمام الدروس تتراكم عليه، أو مرات أو مدرسة أكو مدرسة خلال يوم واحد ياخذ دروس سريعة، يجي دروس سريعة ولا حتى ولا أن أكمل أو مثلا أنت علي أسوي كذا، زين أنت كمل أو سويت على شيء، بس بالمقابل الطالب ما يفتهم شيء. الدروس الجاي ياخذوها أونلاين كسيستم نظام فاشل، يعني كدروس ما مبينه وقتش وقت، وتعليم ما ادري شلون، وخصوصا عندنا مشاكل احنا بالانترنت، وهاي الطلاب ما جاي يقدرون يحصلون النت وجاي يدخلون الدروس. من طلب العلا سهر الليالي، وقيل قديما اطلب العلم ولو كان في الصين، لكن الصين جلبت الوباء الذي حطم اسس التعليم في العراق وربما في العراق فقط. سعد السلطان، قناة التغيير، كركوك.